بعد أن دخلت إلى حسابي بالفيسبوك، أذهب إلى كونت، الخيار الثالث بارامتر دي كونت، أنتظر قليلا إلى أن يتم تحميل الصفحة، ثم أتي إلى هنا تيليشارجي فودوني، الخيار ما قبل الأخير، وأضغط على سيرفر بليز. وبعد ذلك تأتيني هذه الصفحة لأؤكد كلمة المرور الخاصة بحسابي. ثم أضغط continue. ثم أضغط على تيليشارجي. يتم تحميل الملف. وبعد تحميل الملف أدخل إلى الملف، أجد كل الملفات التي تم تحميلها. فمثلا هنا نجد صورك، ألبوماتك على الفيسبوك، هذه كل ألبوماتي، يعني يمكن الدخول فيها عاديا. هنا نجد كل الفيديوهات التي قمت بتحميلها على بروفايلك، وهنا رابط بروفايلك على الفيسبوك، وبالتالي تكون قد حملت كل الصور والفيديوهات التي كانت على حسابك بالفيسبوك.